الفن هو أكبر تعبير عن الفرحة، والحقيقة أن الفن ما بيعرفش سن معين، ده هو الحاجة اللي بتتناقلها الأجيال بمنتهى البساطة والسعادة والأريحية. ومصر طول عمرها منارة للفن، والحقيقة أن فيها قبة بتحمل تحتيها الإبداع ومعلم من معالم مصر، ما بين ماضي عريق وحاضر مبهر ومستقبل مبشر بتأتي إبداعات دار الأوبرا المصرية. رحبوا معايا بالمطربة هالة رشدي وكورال دار الأوبرا المصرية.